السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم يا صمعوني وفيديو جديد من فيديوهات اف سي موبايل 24. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكمان تدعوا لاخواتنا في فلسطين ربنا ينصرهم ان شاء الله. هنتكلم النهارده عن افضل حاجه في اللعبه وهو مود الهيد تو هيد. ازاي تبقى محترف في مود الهيد تو هيد وتوصل شامبيون بسهوله؟ في البدايه هوريك الخطط والتشكيلات اللي بتقدر تناسب كل طريقه لعب، وبعد كده هوريك طريقة اللعب اللي انا بلعب بيها. مثلا الخطة دي افضل خطة للهيد تو هيد من حيث الدفاع والهجوم، ومن حيث سواء هتخترق او هتلعب عرضيات دي هتبقى جميلة جدا معاك. الخطة اللي زيها بس 2 سي ام دي الاختراق من العمق، لو انت بتحب تلعب وان تو هات وتخترق من العمق، لو بتحب تلعب عرضيات او توغل من الاطراف وترقص بالوينج وتجيب جون، 4-3-3 اتاك او 4-3-3 ديفنس او فولس نفس الكلام. لو انت مدمن عرضيات او كروس بامر زي ما بيقولوا، 4-2-4 هي افضل حاجة للعرضيات. تعالى كده اوريك طريقة بناء الهجمات بالتمرير بس، مش هتشوف ولا سكيل موف في الفيديو ده، مش هتشوف اي استخدام للمهارات او العرضيات، كله بناء للهجمة عن طريق التمريرات بس. بس ازاي تمرر صح اساسا؟ اولا وانت بتمرر لازم تدي لعيب الكرة في المساحة، يعني ما يبقاش قدامك تلات لعيبة فيهم اتنين ممسوكين وواحد فاضي وتروح تديها اللعيب ممسوك من مدافع او مضغوط عليه. دايما ادي اللعيب الحر او اللعيب الفاضي وانت بتستلم، حاول دايما تستلم في المساحة، ما تروحش تستلم في اتجاه المدافع. يعني انت لو في ظهرك مدافع دايما خد الكرة في الاتجاه الفاضي، ما تروحش بوشك للمدافع لان سهل جدا انه يضغط عليك. وهوري لك مثال على ده حالا. مثلا الباص ده هنا لو بصيت هتلاقي فيه اتنين مدافعين جايين يضغطوا، واحد من الجنب اليمين واحد من الشمال، والمساحة اللي قدام اللاعب هي اللي فاضية، فتحرك فيها وبكده فضى وعمل خلل وراح انفراد بالجون. طيب تعالى نشوف حاجة تانية. لما تيجي تباصي للعيب وفي معاه مدافع، حرك دايما الانالوج في اتجاه الكورة، يعني ما تبصيش وتقف. مثلا تمريرة زي دي ما تبصيش الكوره تفضل مستنيها، المدافع هيقطع، فانت حرك الانالوج في اتجاه الكوره، تنزل تسبق بالظبط كده، هتلاقي نفسك خرجت المدافع ده من اللعبه خالص. وزي ما انت شايف كده انت عملت خلل في الدفاع تماما وفضيت مساحه للمهاجم انه يجري فيها. هتلاقي كل الاهداف اللي انا جايبها بدايتها من السنتر او من السنتره بتاعه الملعب. بص، انت طول ما انت بتباصي صح مش مدي فرصة للخصم انه يضغط عليك اصلا او عنده فرصة حتى انه يقطع الكرة، انت بتفقده تركيزه، بتعمل خلل في الدفاع بتاعه. وطول ما انت بتباصي في نص ملعبه خلي بالك ان هتلاقي فرقتك كلها بتزيد، يعني هتلاقي خط النص بتاعك كله بيزيد معاك، بيطلع يساعد هجوم اللعيبة بتاعتك كده، ده بيعمل له خلل في المدافعين لان هيضطر اللعيبة بتاعته تتحرك تشوف اللعيبة اللي جاية دي، وهيضطر المدافعين بتوعه يغيروا اماكنهم، التمركز بتاعهم مش هيبقى مظبوط. زي ما انت شايف كده برضو هدف تاني من السنترة، هوريك نفس العملية بتتكرر. الموضوع مش بالصدفة، الموضوع متقن، الموضوع متمرس، يعني واحد عارف هو بيعمل ايه او هو بيخطط وبيرسم الخطة بتاعته وبينفذها. طيب تعالوا ده نقطة تانية خالص. لو انت بتمرر من مسافة بعيدة حاول دايما تستخدم الإيماء او التمريرة الارضية الموجهة، ان انت بتسحب الزرار ناحية الشمال بتاع الباص. الكرة دي لما بتبصيها بسرعة كده بتديش فرصة للخصم ان هو يفكر او ان هو يمركز اللعبة بتاعته صح، فلما تيجي تباصي كرة من مسافة بعيدة تباصيها بالطريقة دي الكرة بتروح سريعة جدا، لان الباص العادي في المسافات دي وارد جدا انه يتقطع لانها بتبقى بطيئة جدا. الفيديو ده انا عملته بالتصوير البطيء عشان اصور لك الخلل بيحصل ازاي من مجرد التمرير او ان انت بس توجه اللعيب صح بالكرة، ان انت تمشي في المسار الصحيح. بص، دي باصة من الدفاع لنص الملعب، مولر هنا لو جريت بيه في الاتجاه ده حتى لو عديت من بلان سهل جدا الباك ده يضغط عليا ويقطع الكرة، فكل اللي انا هعمله هغير اتجاه الانالوج واروح ناحية المساحة الفاضية. كده الدفاع كله اتضرب بعد ما سحبنا الدفاع كله في اتجاه وفضينا المساحة. هوريك بقى في الأهداف اللي فاتت كلها الحركة دي حصلت ازاي.